الناس الكل هذه حدوك اليوم بيتين سبيسيال برج الميزان. يا سيدي برج الميزان معروف عليه انه شخصيه متزنه بتعرف شنية اللي عليها واللي خطها، انسان يعرف شنية اللي يساعده في علاقاته اجتماعي برشا. اما عينه ميزانه، نجيو توا للتوقعات على صعيد الصحي. اليوم النهار اللي تحس فيه بالاستقرار نفسي كبير، بالك مرتاح مادامك اخترت تبعد على المشاكل. اما على صعيد المهني نقولك لازمك تتحكم في انفعالاتك، ومش اي حاجه تستحق غشك، انت ذكي وتخمم مليح وقادر باش تطور من روحك وتعطي ما خير. على صعيد العاطفي يا سيدي وسع بالك اكثر مع شريك حياتك وحاول باش تحتويه وتعرفوا اكثر، وكما يقولوا ايش راك بتبيع على تبيع، شويه وقت وكل شيء يمشي كما تحب انت. كانت هذه حظك اليوم بيتين سبيسيال برج الميزان، استناوني في ابراج اخرى وان شاء الله ديما مزهرين. باي باي.